السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم من جديد. معاكم أيمن نجار من قناة حقق حلمك. النهاردة معانا موقعين ممتازين جدا بيعدنوا عملة البيتكوين. الموقع الأول هنشوفه مع حضراتكم بيبعت لنا حوالي 25,000 بيتكوين مباشرة على المحفظة. كل الموضوع ان احنا بنجيب الرابط بتاع محفظة الفوسك باي وبنعمل له لزق في الموقع ده او الصنبور ده، ونبتدي ان احنا نحل الكابتشا، وبعد كده بيبعت لنا مباشرة ال25,000. في موقع تاني بيبعت من 1,500 لحد 2,500 ساتوشي، كل ده ارسال مباشرة على طول دون اي انتظار. هندخل دلوقتي على الموقع، اللينكات هتلاقيها تحت صندوق الوصف بس بعد الفاصل. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. ورجعنا لحضراتكم تاني، ندخل على الموقع الاول. ده الموقع الاول زي ما حضراتكم شايفين، ده الرابط بتاعي بتاع الفوسيت باي. هنبتدي ان احنا نروح دلوقتي علشان نعرف احنا هنجيب الرابط ده منين. هنروح على المحفظة بتاعت الفوسيت باي وهنضغط هنا على الوديعة، هيبتدي ان هو يحولنا على الصفحة اللي فيها عناوين العملات بتاعتنا كلها علشان نشوف عملة اللوت كوين فين، ونبتدي ان احنا ناخد الرابط بتاعها نسخ. ده الايثيريوم، ده بيتكوين، ده اللايت كوين اهوت. هنقف كده على الرابط ده وهنضغط مرة واحدة كده، انا نسخت الرابط ده. هنبتدي ان احنا نرجع تاني للصنبور بتاعنا وهنعمل لزق هنا للرابط اللي احنا نسخناه كده في المكان ده، نعمل له لازم. بعد كده هننزل تحت، نضغط هنا تسجيل دخول، هيبتدي يظهر لنا كابتشا من نوعين اتنين. هتبتدي الكابتشا تظهر لنا بالطريقة ديت، هنبتدي نضغط هنا تاني للاستمرار. يقول لي اضغط هنا للاستمرار، هنبتدي نضغط علشان يحولنا على صفحة العداد. تمام كده، حولنا على صفحة العداد. هننتظر ال10 ثواني دول، وبعد كده يبعت لنا الفلوس على الفوسيت باي. احنا بننتظر لما الصفحة تخلص تحميل بتاعها كله علشان يبتدي العداد يعد، ونحاول ان احنا نقفل الاعلانات ديت علشان
الضغط هنا على جيت لينك يكون سهل بالنسبة لنا، ما يفتح لناش اكتر من صفحة تانية. ده الاعلان ده برضو نحاول تقفله، هو ده، وهتقفل دول برضو نفس الوضع كده، وهننتظر العداد يشتغل. ادي العداد اشتغل معانا، هننتظر 10 ثواني ونقول له جيت لينك، هيودينا على الصفحة الرئيسية بتاعت الصنبور ويقول لنا هو بعت لنا ايه. تمام كده، هو بعت لنا 996 ساتوشي، حوالي 1000 ساتوشي بعته الموقع دلوقتي مباشرة على الفوسيت باي. هنروح على الفوسيت باي نشوفه. هنا اخر حاجة عندي 543 توركس. هنعمل ريفرش للصفحة ونشوف هو بعت لنا ايه. تمام كده، ادي هو الموقع بعت لي 996 لايت كوين. انا كنت لسه ساحب منه برضه من شويه، مش واضحه هنا، هحاول اجيبها لحضراتكم. ادي كنت ساحب منه من شويه 1009. نيجي بقى للموقع التاني، ده الموقع التاني مع حضراتكم النهارده. الموقع ده بيبعت حوالي 25,000 لايت كوين، وبيبعت 15,000، وبيبعت 10,000. ده على حسب إمكانيات جهازك بيبتدي إن هو يبعت المبلغ ده. طبعا دلوقتي إحنا عرفنا بنجيب عنوان الفوسيت باي بتاع اللايت كوين، عرفنا من الموقع الأول بيجي ازاي. هنعمل له لزق هنا في المكان ده، وهنضغط تحت هنا ابدا التعديل عشان الموقع يبتدي ويشتغل معانا. نضغط مع بعض ابدا التعديل، هيفتح لي الصفحه ديت. هنبتدي ان احنا نحل الكابتشا مع بعض. الموقع ده بيديك مرة واحدة في اليوم، كان الأول بيدي مرتين بس، طبعا دلوقتي سعر اللايت كوين والبيتكوين غلي فقللوا خلوها مرة واحدة. تمام كده، هتبتدي تظهر معانا كباتشا وهو عايز احنا نشوف العربية، أي عربية، أي صورة عربية هنضغط عليها وهنقول له اتحقق. هيبتدي إن هو يتحقق منها. بعد كده هنضغط هنا ابدأ التعدين، هيبتدي ياخدنا لصفحة تانية اللي هي صفحة التعدين. طبعا احنا مش هنستنى تعدين ولا حاجة، احنا هنضغط انسحب على طول. هيبتدي ان هو يحولنا على صفحة الحساب بتاعنا، وبعد كده يبعت الساتوشي على المحفظة بتاعتنا. ودلوقتي الصفحة بتحمل، ادي هو اتفتح معانا. هنبتدي ان احنا نضغط انسحب على طول. هو بياخد حوالي من 5 دقايق ل10 دقايق علشان تظهر عندنا في الفوسيت باي انه فعلا بعت، بس الموقع هنا بيأكد لك ان تم الدفع فعلا. هنشوفها دلوقتي مع بعض. هنبتدي نيجي هنا ونقول له انسحب، هيقول لي انت متأكد؟ اقول له ايوه متأكد ان انا عايز انسحب. هيبتدي يحولني على الصفحة بتاعة الحساب بتاعي اللي هو بيبعت لي منها الساتوشي.
الموقع ده فيه مراحل وفيه روبوتات هنبتدي ان احنا نشرحها برضو دلوقتي بعد ما نشوف عملية السحب. كل دي سحوبات انا سحبها من الموقع على الفوسيت باي، ادي 25,000، وبعد كده 15، وبعد كده 10,000. كل دي سحوبات، دي السحبة اللي احنا لسه سحبينها دلوقتي. هنبتدي ان احنا نعمل ريفرش للصفحة لحد ما يبان لي هنا انه فعلا تم الدفع. نعمل ريفرش كده للصفحة، هنشوف مع بعض هل فعلا تم الدفع ولا لا. هو بيقعد حوالي 5 دقايق ل10 دقايق، بعد كده بتبان عندي ان هو فعلا تم الدفع. اهي بانت اهي دي كده تم الدفع اهوت زي ما حضراتكم شايفين. هيقول لي هنا ان فعلا تم الدفع، وادي التاريخ 4/1/2021، فعلا تم الدفع. هنبتدي ان احنا نقفل خلاص الصفحة دي، احنا مش محتاجينها في حاجة. هو هنا بيبان هنا عندي في اللايت كوين بعد حوالي 10 دقايق هيبان لي ان هو فعلا، وهيبعت لي ان هنا ان هو تم الدفع 10,000 او 15 او 25 على حسب الموقع ما بيشوف بيبعت. هنرجع تاني للصفحة علشان نشرح حاجة صغيرة. معلش نرجع للصفحة الرئيسية. احنا عندنا هنا في روبوتات، الروبوتات دي بفلوس علشان تشتريها او تأجرها علشان تعدل لك مبالغ اكبر. احنا شغالين هنا على النظام المجاني اللي هو بيبعت لنا مرة واحدة في اليوم. في تحت هنا عندك انظمة تانية انت ممكن تشوفها، في نظامين 4 انظمة، دول 4 انظمة بتوع الموقع. ابتدي شوفهم وشوف انت عايز تدفع ايه. لو هتقدر ان انت تسحب مرة كل يوم او مرتين كل يوم من المجاني وبعد كده تدفع في واحد من دول هيكون افضل علشان ما تخسرش فلوسك. احنا هناخد فلوسهم ونستثمر بيها تاني. لو الموقعين عجبوك ياريت ما تنساش اللايك والسبسكرايب وتفعل زر الجرس علشان يوصلك مني كل جديد. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.